أهلا بكم مشاهدينا، وهذه جولة في أهم ما يتم تناقله من أخبار وموضوعات على وسائل الإعلام المختلفة. نتحدث عن هذه الأخبار مع ضيفي هنا في الاستوديو، الأستاذ عادل صبري رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية، أهلا بك. أهلا وسهلا في كل والأستاذ أحمد وحضرتك طيب، والأستاذ أحمد سيف الإسلام عضو لجنة الإفراج على عن المعتقلين التي شكلها دكتور محمد مرسي. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. نبدأ من هذا العنوان المتعلق بأن القوات المسلحة كانت أعلنت أنها هذه العملية نسر لن تتوقف خلال العيد، وأن العملية الأمنية في سيناء ستكون مستمرة خلال العيد. تعليقك أستاذ عادل. هو هذه العملية أولا يعني كان المفترض أن احنا نعرف حدودها وأبعادها، وتكون هناك تغطية إعلامية محايدة متواجدة في هذه العملية منذ بدايتها. للأسف القوات المسلحة ما زالت ترفض التعامل بشفافية في هذا الموضوع، وفي نفس الوقت هناك حتى نعرف ما هي النتيجة الفعلية على أرض الواقع. وأيضا نتمنى أن تكون هذه العملية تحقق الأهداف الحقيقية للوطن، وليست مجرد استعراض قوة لأمام المجتمع، يعني أنه يقول أن القوات المسلحة تشارك فعلا في اكتساز الإرهاب. يعني عايزين نعرف من هم الإرهابيين، أبعادهم، قواتهم، تحصيناتهم، أين هذه الأماكن، نتواجد ونصور على أرض الواقع. حتى يعرف الناس أن في هناك عدو حقيقي، مش عملية كانت مفتعلة ورطنا فيها المجلس العسكري السابق. أستاذ أحمد، هذه العملية ستستمر، وهناك أيضا على الصحف الإسرائيلية مطالبات بأن تخرج مصر من سيناء كل الأسلحة الثقيلة. تعليقا. يعني ما هو ده خلينا يعني يضع معاهدة كامب ديفيد على المحك. صعب قوي أن دولة تقبل أن يقيد سيادتها في إرسال قوات بما يتناسب مع الموقف الموجود على أرضها، هي مش أرض حد تاني. فإذا كانت كامب ديفيد بتقيد هذا، فحان الحين لمراجعة هذا على مستويين، مستوى واقعي وإنه ما لن نستجيب القوات المصرية لهذا الطلب، والمستوى الثاني مستوى المعاهدة نفسها، الاتفاقية نفسها. يعني لو في حدث أمني كبير حصل في إسرائيل في الناحية الثانية من الحدود، بالقطع حيدوا الأولوية للسيادة الوطنية بتاعتهم والمحلية بتاعتهم ومستلزمات الأمن. نفس الامر على بالنسبه لنا احنا كمصريين، وانا اشك ان القوات المسلحه او الرئيس مرسي سوف يستجيب لهذا الطلب. وانحاز تماما لكلام استاذنا حوالين الشفافيه، حتى الحروب بيبقى في مراسل حربي جوه العمليات العسكريه، فاحنا اذا عمليه امنيه من الدرجه الاولى، ومن ثم لا ضير في انه يبقى ما يتم على ارض الواقع معروض على المجتمع. نعم. بشفافيه. نعم. ننتقل الى تصريحات وزير الدفاع رجال القوات المسلحه، ولائهم مطلق لمصر وشعبها. هذه التصريحات جاءت في برقيه تهنئه بعث بها السيسي للرئيس محمد مرسي بمناسبه عيد الفطر المبارك، ولكن هل تحمل ايضا رساله الى من يرون انه بهذه القرارات الاخيره من الرئيس محمد مرسي هذه القرارات قد تعمل على اخوانه حتى القوات المسلحه؟ اولا هي رساله يعني للجميع، يعني لان هناك عندما حدث قرار إقالة المشير طنطاوي والمشير والفريق عقلانا، اعتقد البعض أن هناك انقلابا عسكريا وشيكا، ورددت بعض الأخبار، وحتى في اليوم التالي قالوا أن هناك قوات من السويس، وجت لنا هذه الأخبار يعني مسربة وتأكدنا أنها باطلة. يعني فكان البعض يراهن على أن الجيش سيقوم بانقلاب، وأن هناك الولاءات لأشخاص هم لا يعرفون ان القوات المسلحه، وايضا الشرطه على فكره يعني فيها ايمان كبير جدا، ايمان مش بالقياده وليس القائد، ايمان بان من يجلس على الكرسي هو الذي يمثلهم وهو قائدهم في المعركه. وبالتالي ودي وجدناها من زمان، يعني حتى في عز حرب اكتوبر 73 حينما كان السادات على خلاف كبير جدا مع الفريق الشاذلي، وكان الفريق الشاذلي محبوبا جدا من القوات المسلحه بنتيجة أعماله السابقة، ولكن عندما احتدم الخلاف بينهما كان الولاء للقائد الأعلى للقوات المسلحة هو السادات في حينه، واتخذت القرارات بما هو أراده السادات في هذا الوقت بغض النظر عن بعد كده اختلافنا أو اتفقنا مع هذه القرارات. يبقى بالتالي هنا بنأكد على أن القوات المسلحة هذه
جهة تنفيذية مهنية محترفة. نعم. تؤدي ما يجب عليها للوطن، وولائها في نهاية الأمر للوطن وولائها للشعب، وما أقسمت عليه وهي أنها مصلحة الشعب هي العليا. فده يضحط جميع الأقوال والهوى الذي في نفس البعض الذين يعني يتخيلون أن القوات المسلحة ممكن أن تقود انقلابا على شرائع دستورية. عنوان آخر على الصحف اليوم، إخلاء موقع الضبع من التعديات لبناء المحطة النووية. يعني كل شوية هناك عنوان أو خبر أو موضوع يتعلق بموقع الضبع، ولكن المعلومات قليلة جدا ولا أحد يعلم ما أهمية هذا المشروع ولماذا يؤجل ولماذا في كل مرة يثار فيها تحدث مشاكل. أنا تيالي يعني أهمية إن احنا نعمل محطات نووية يمكن من 5 دقايق الكهرباء قطعت هنا يعني، فأنا تيالي دي يعني بقت بره المناقشة. هل احنا في حاجة فعلا لمصادر متجددة للطاقة ولا لا؟ إحداها الطاقة النووية، وقد يكون طاقة زي الطاقة الشمسية. فده تيالي ما بقاش المجتمع المصري عنده طرف إنه يؤجل حسم هذه الخيار. هي المشكلة الحقيقية مشكلة الضبعة طبقا لتقارير المختصين أنسب الأماكن لبناء محطات نووية مصرية، واتبذل فيها جهد واستثمارات في المدة اللي فاتت، وفي نفس الوقت هي في منطقة الأراضي فيها بوضع اليد من السكان الموجودين في المكان. فهل إحنا أزاء صراع في الضبعة زي في رملة بولاق كده ما بين أصحاب رجال الأعمال والدولة، وبيستخدم فيه أطراف مختلفة، واللي مزود صعوبة الموقف في الضبعة السياق السياسي العام، إن أنا عندي الداخلية لم تستعيد عافيتها بعد، ومحاولات استعادة عافيتها بعض الأحوال بيطلعوا أساليب من الصندوق القديم اللي خلوا فيه مشكلة محتقنة بينه وبين الشارع، ومن ثم فرض الاستقرار في منطقة زي كده بيبقى عملية صعبة. اتهالي يعني الضبعة هي عنوان كويس قوي لأهمية أن تستعيد الشرطة دورها بما يتناسب مع الوضع الجديد في مصر. نعم فيه. نعم أستاذ عادل، لديك تعليق على نفس الموضوع؟ أولا محطة الضبعة ده دليل على الفساد الذي يعني نشب خلال السنوات اللي فاتت في الساحل الشمالي بالذات، وتمزيقه وتقطيعه على يد عصابات من في هذه المنطقة، وبعض رجال الأعمال الذين يريدون السيطرة على كافة المنطقة الحاوية. لماذا الضبعة الآن يريدون خطفها بأي شكل من الأشكال؟ الضبعة أولا عبارة عن 3 كيلو امتداد من البحر إلى الطريق في عرض 15 كيلو، يعني هي 45 كيلو متر. هذه المساحة تم إنفاق عليها ما لا يقل عن 1 مليار جنيه نفقات إدارية في هذه المنطقة، إدارية فقط. والأبحاث العلمية التي قامت بها هيئة المحطات النووية منذ عام، وأنا ذهبت معهم كثيرا ونمت هناك كعدة أيام في هذه المنطقة منذ عام 86 حتى الآن. دي الجزئية. الجزئية الثانية أن هناك قرار جمهوري بتخصيص هذه المساحة لبناء المشروع النووي المصري منذ عصر الرئيس السادات عليه رحمة الله، وكانت هذه المساحة لها مصورة وبني لها سور إضافي، سور من السلك، ثم بني سور من الطوب على ارتفاع 3.5 أمتار. بالتالي يعني جميع المنشأة محددة. يعني كيف يقبل أحد أن يعني حتى أملاك دولة وآدي أملاك مشروع محدد وقرار جمهوري، كيف أحد يعتدي على أملاك الدولة بهذا الشكل؟ ده انتقاص من قيمة الدولة، انتقاص من هيبتها في نفس الوقت. وبعدين هذه المنطقة في الساحل الشمالي على امتداد أكثر من 500 كيلو تم نهبها وبيعها بالقطع، ثم تقنين الأوضاع لبعض الشركات. الآن يريدون خطف 15 كيلو، هي ليست بها مقصود الضبع في حد ذاتها، ولكنها القضاء على هيبة الدولة في هذه المنطقة. بعض رجال الأعمال الذين تحصلوا على العشرات الكيلومترات في هذه المنطقة وأرادوا بيعها لمستثمرين أجانب، وحتى الآن لم يلتزموا بالتعهدات التي قاموا بها تجاه المشترين. يبقى هي في الآخر هي محاولة من بعض الفلول الذين يدفعون بالناس للقضاء على هيبة الدولة والقضاء على أي استثمارات في هذه المنطقة وباسم السياحة وباسم حماية المواطن. على فكرة إذا لم تصنع الضبعة فهناك مشروع بديل آخر أقامته الوزارة الكهرباء
لإنتاج الطاقة الشمسية من هذه المنطقة. نعم. لأنها ممتدة وتصنع فيها الشمس حوالي أكثر من 250 يوم في السنة. هل تعتقد أن الحكومة الجديدة ستتعامل مع هذه الملفات بطريقة مختلفة عن ما سبق؟ لابد. إحنا قلنا تنفيذ قانون. ها هي قانون وهيبة القانون. أنا من يعتدي لو هي أرض مستثمر الآن كنا هنرضى أحد يمس بها، لو هي كانت مخصصة لأحد المشروعات الخاصة كنا هنرضى أن حد يمس بها. هو هنا تنفيذ القانون وتفعيل القانون، وليس هناك أكبر من قرار جمهوري مخصص وقانون مخصص لهذه الأرض بقوة القانون. فكيف ننتاج القانون والمخصصات الرئاسية؟ ننتقل إلى تصريحات الوزير الشؤون البرلمانية والقانونية الدكتور محمد محسوب، يجدد دعوته لمقاطعي التأسيسية بالانضمام إليها. أستاذ أحمد، هذه التأسيسية تعمل يعني على قدم وساق، ولكن هل تعتقد أنها تلاقي مصير التأسيسية الأولى؟ أتمنى ألا تلاقي هذا المصير. يعني أتمنى أن احنا نفرغ من صياغة مسودة المكتوب. أما أن هذه الانسحابات يعني لا تقارن بما حدث في التأسيسية الأولى. لا طبعا، هي محدودة والسياق السياسي الآن يستلزم أن نتوافق وبسرعة على إقرار دستور جديد. حتى لو لم يلبى كل طموحاتنا في حد الأقصى، نحاول أن نتضمن جزء أكبر من طموحاتنا. هل بعد إعلان إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإعلان الرئيس بأنه إذا هذه التأسيسية لم تستمر فإنه سيشكل تأسيسية جديدة، قد يحفز من يعملون الآن على الدستور، على تأسيسية الدستور، بأن يعملوا في الفترة القادمة بجهد أكبر حتى ينتهوا من الدستور؟ وأنا تهري أكثر حافز لهم القضايا المؤجلة اللي في شهر 9. يعني عليهم أن هم يطلعوا منتج حتى ولو في مسودة أولى للناس، وفي فعلا الباب الحريات مثلا بقى متاح بين إيدينا دلوقتي، وهو مبشر بالمناسبة. يعني ما هوش يعني خلافاتي معاه محدودة، يعني بشكل رئيسي أنا هقول إنه والله حتى لو رسي على المسودة الأولى من القراءة الأولى من اللجنة العامة لباب الحريات أو لجنة الصياغة، آسف، اللجنة العامة لباب الحريات، فليكن. واي تحسينات ممكن تبقى قادمه. يعني انا بتعامل مع الدستور اللي جاي صراحه، سواء نص في صلبه او لم ينص، انه دستور مؤقت ابن ظروف سياسيه معينه بعد ثوره، فالمنطقي ان احنا يبقى محتاجين اعاده نظر فيه بعد 10 سنين 15 سنه عندما تستقر الخريطه السياسيه المصريه، لانها ما زالت في حاله سيوله شديده، فيبقى هنا نقدر نعدل هذا الدستور. مصير التأسيسية سياسيا متوقف على مدى إنجازها. قانونا في قضايا مرفوعة هتنظر جزء منها 4-9 وجزء منها في آخر 9، بس أنا متخيل أن القضاة اللي هينظروا في القضية عندما يجدوا أن هناك منجز ما من اللجنة التأسيسية فسوف يمنحوا اللجنة التأسيسية فرصة حتى تنتهي من عملها. نعم. ننتقل إلى تصريحات الجمعية الوطنية للتغيير، وهي تحذير أكثر منه تصريحات، تحذر من أخوانة الدولة، وأن الآن بات في يد الرئيس كل الصلاحيات التنفيذية وحتى التشريعية، على الرغم من تصريحات الرئيس بأنه سيستخدم هذه السلطة التشريعية في أضيق الحدود. هناك طريقان للتعامل مع الوضع الجديد للرئيس الآن، هناك من يحذر من أخوانة الدولة، هناك من ينادي بأن من يخشون أو يخافون من أخوانة الدولة أن يعملوا هم على في الفترة القادمة على البرلمان وعلى الانتخابات القادمة حتى لا يستحوذ الإخوان على الدولة. هو الأول، كيف تتحول الدولة إلى دولة إخوانية عندما لا يكون هناك دستورا سريعا؟ وده كما الأستاذ أحمد فضل به، إن نحن الدستور ليس قرآنا يكتب، يعني في نهاية المطاف هو يعني بيضع حدود وقواعد عمل حكم المجتمع، وبالتالي هذه القواعد ممكن تتغير من سنة لأخرى. يعني ما فيش مشكلة ان احنا نقعد نغير في القانون. تاني حاجة، احنا هم بدل ما يقعدوا يصرخوا يقولوا اخوانة الدولة، تم يقوّن انفسهم على القوى الوطنية والقوى السياسية ان تقوي نفسها وتلعب دور رقابي جيد جدا في المجتمع، وبالتالي تلتحم بالمجتمع، ولا يكتفي كثير من يعني كثير من السياسيين كل يوم يطلقوا بيانات أقول لهم نفسي أشوف لكم البيانات على أرض الواقع في الميدان أو في أي جزئية أخرى. لابد أنهم ينزلوا للشعب ويوعوا الشعب ولا يكتفوا بإطلاق القرارات البيانات. يبقى في هذه النهاية الشفافية والمطالبة بقواعد. يعني دلوقتي لما يجي يحط مثلا وظيفة، فنسبة الشفافية تكون مطلقة في هذا الموضوع 100%، يبقى بالتالي لن يعين احد على اختيار سياسي، ولكن يعين على اختبار مهني وقدره فنيه على الاداء. يبقى بالتالي في هذه الحاله سنمنع
اي فئه انها تاخد حق مش لها، نعم. سواء كان الاخوان او غير الاخوان. استاذ احمد، يعني دعنا نعلق على عبارات محدده من الجمعيه الوطنيه للتغيير. هم قالوا ان الغاء الاعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس العسكري وضع شاذ ويفوق سلطات الرئيس المخلوع. وهل كانت حينما كانت السلطه التشريعيه في يد المجلس العسكري وغيرها من السلطات كانت وضع عادي؟ ما هو انا مختلف مع هذا التقدير من الجمعيه الصراحه. اولا، هل ده من صلاحيات الرئيس؟ بالقطع من صلاحيات الرئيس. يعني نفس الاساس القانوني الذي منح المجلس العسكري صلاحيه اصدار اعلانات دستوريه اللي هو حاله الضروره واعلى سلطه في البلد، هو نفس الاساس القانوني اللي يمنح الرئيس المنتخب صلاحيه اعلان دستوري للملاقات لمواجهه حاله الضروره. الاعلان الدستوري المكمل يعني كويس قوي ان الرئيس مرسي لغى هذا الاعلان الدستوري. في مشكلة في جمع ما بين سلطة التشريع وسلطة التنفيذ، طبعا في مشكلة لا يستطيع أحد أن ينكر وجود مشكلة. طب كيف نحل هذه المشكلة؟ على الرئيس مرسي أن يعمل مجموعة من الحلول وهو يختار كرئيس الجمهورية ما بينها. واحد، أنه ممكن يعمل هيئة تشريعية مؤقتة تمثل فيها الأحزاب السياسية بنفس نسب تمثيلها في آخر انتخابات برلمانية سابقة، ويبقى هي ديت جهة التشريع اللي موجودة. نمرة اثنين، ان هو او يحيل امر التشريع الى مجلس الشورى، وهذا استدعي تعديلا. الاهم من ده كله ان يبقى في حوار جاد مع القوى السياسيه المختلفه للتشاور. يعني انا مثلا متخيل ان لو انا مكان رئيس مرسي النهارده وكان عندي مشروع قانون في مجلس الشعب شرف على الانتهاء زي تغليظ العقاب وتعريف جريمه التعذيب، انا ما اظنش ان في اي قوى سياسيه مصريه هتعترض على هذا القانون. فانا ممكن اتشاور مع هذه القوى واشوف ايه القوانين اللي انا محتاجها، زي قانون الانتخابات مثلا. طب ما قانون الانتخابات ضروري يتم قبل اقرار الدستور. نعم. طيب، استمرارا للتعليقات على قرارات الرئيس محمد مرسي، جورج اسحاق: نرفض جمع مرسي للسلطات التنفيذيه والتشريعيه. وعبد الحليم قنديل يقول: الاخوان وفلول الوطني وجهان لعمله واحده. بص حضرتك، تعالي الاول في شويه بديهيات. طالما انا قبلت تداول السلطة عبر الصندوق، الحزب الذي يحصل على أغلبية سوف يسعى إلى حاجتين: أن تنعكس الأغلبية ديت على سياساته وإدارة الدولة، وهذا حق طبيعي لأي حزب خد أغلبية. نمرة اثنين، هيسعى إلى إدامة وجوده في السلطة، بمعنى أنه هيوظف نجاحه في أول مرة حتى يتكرر هذا النجاح. وده ما هيش حاجة خاصة بالإخوان المسلمين بس، وباقي القوى تخلو من هذا. أي قوة سياسية في أي مكان في الدنيا هيعمل حاجتين دول. الفارق في إيه؟ الفارق ان انا دلوقتي يعني انا لما اتكلم على اخوانه الدوله، وهذا تخوف مشروع جدا، لكن هو كمان تمن للموافقه على تداول السلطه عبر صندوق الانتخاب. انا مش متخيل اي رئيس لو الوفد فاز بالاغلبيه وهيعمل حكومه، ضروري يعمل حكومه متعاونه مع الوفد. ما ينفعش يجيب في الحكومه جزء من القوى المتربص لافشال تجربه الوفد. يعني ما ينفعش، يبقى احنا بنهرب. هل التخوف من أخوانة الدولة كافي؟ لأنه هذه القوى والتيارات التي كانت تقول أن الرئيس منزوع السلطات وأنه ليس بيد السلطات الآن، وبعد أن أصبحت السلطات في يده، الآن تنتقد نفس هذه التيارات. انحك الشارع ومحدش عنده عذر النهاردة. يعني أيام المخلوع كان صعب ممارسة العمل السياسي في الشارع. النهاردة ورانا هنا النهاردة في بني آدمين معتصمين، عددهم محدود جدا، بخيم بتاع، ما فيش قيد حقيقي على ممارسة العمل السياسي إلا قيد القدرة البشرية بتاعت هذا التنظيم أو ذاك وقدرته المالية. اللي يقدر يوسع من الاثنين لو يشتغل بجد في الشارع. نعم، أستاذ عادل لديك. هو في حاجة للأسف شديد، يعني احنا مش إخوان ولا يعني ومختلف معاهم كثيرا يعني، لكن هي في فوبيا يعني بنشرها بعض المثقفين، هي فوبيا الإخوان. هي الخوف الشديد من الإخوان. ليه؟ لان في مشكلتهم الاساسيه ليست مشكله الاخوان، مشكله احنا عارفين الاخوان من ايام حسني مبارك انها اكبر فصيل سياسي منظم، اكبر فصيل سياسي قادر على الحشد، اكبر فصيل سياسي يستطيع ان تتفاوض مع القمه مثل القاعده تماما. يعني فيش انفصال بين القمه والقاعده في القرار السياسي. وده كنا بنعيه جدا في حزب الوفد 84 لما دخلنا معاهم في شراكه سياسيه، و87 لما دخلنا معاهم في شراكه سياسيه، فكان هذا التنظيم قوي. لكن الفوبيا الحاليه ايه؟ الفوبيا الحاليه انهم يعني مش مصدقين انهم اتخلصوا من نظام فاسد قوي ومتمرس وموجود في كافه اجهزه الدوله.
هم متخوفين ان هيجي هذا التنظيم بنفس الشكل، وده هم بيحاولوا فيك برضو بعض المفكرين وبعض المثقفين كراهيتهم للتيار الديني ككل منعكس على سياساتهم ضد الاخوان. طب يعني هم متخوفين وعندهم فوبيا، نعم، هل الاخوان ساهموا في هذا، في اذكاء هذا هو ساهموا والفوبيا؟ ساهموا للامانه، ساهموا في هذا الموضوع بحاجتين. اول حاجه عندما حاولوا التهدئه في بدايه الثوره، بالتهدئه اشتركوا في مبدا التهدئه لصالح المجلس العسكري، وصبت في صالح المجلس العسكري، وصبت في صالح، ثم بعد ذلك انعكست عليهم بالسوء في مجلس الشعب، وان هم استطاع برضو هؤلاء الذين عندهم فوبيا الاخوان ان يجعلوا الشعب يكره البرلمان ويعتقد ان البرلمان هذا لم ينجز رغم انجازاته الكبيره. الاخوان احيانا يلجؤون للمفاوضات السياسيه وتكون على حساب الشارع، فبالتالي تأتي مثل هذه الفوبيا يعني بفعلية عند الشارع، ويصدقوا الناس أن الإخوان قادمون بقواتهم. فالإخوان عليهم الآن ألا يعني ينخدعوا لهذه الفوبيا، ولا الشارع ينخدع أيضا بأي فصيل سياسي. الشارع يظل صاحي لكل الأطراف، وأن الشارع هو الحكم، وأن الشارع هو صاحب الكلمة النهائية، سواء كان هيجيب الإخوان أو ضد الإخوان. نعم. في أي مسار سياسي. أستاذ أحمد، ما دور التيارات الأخرى المتخوف التي لديها مخاوف من الإخوان؟ يعني تصريحات حمدين صباحي حتى لا تختلف كثيرا عن الجبهة، هو يقول الآن مصر بين رغبة الإخوان المسلمين بالانفراد بالحكم وبين إرادة الشعب في بناء نظام ديمقراطي نريد فيه العدالة الاجتماعية، والإخوان يريدونها صدقات ومعونات. بص حضرتك، يعني احنا اداء صراع حزبي، وكل طرف بيلعب بالكروت اللي هو متصور انه هتكسبه، وهذا امر مقبول في اي مجتمع ديمقراطي ان يبقى فيه صراعات حزبيه ما بين القوى السياسيه المختلفه. الفرق ما بين قوى سياسيه واخرى هو الى اي مدى تمتلك بعد نظر وبصيره. يعني انا موافق تماما ان في اخطاء من قبل الاخوان المسلمين ادت الى زياده فوبيا ضد الاخوان، واكبر خطا وقع فيه الاخوان المسلمين ان هم تعاملوا بقصر نظر مع الفوز اللي حققوه في انتخابات البرلمان. كيف؟ ان هم يعني انت عارف في حاجه اسمها كده غطرسه الفوز. انت لما تفوزي تتصور ان انت هتقدري تحلي كل مشاكل البلد. لا يعني اين كانت الغطرسه؟ ما ملامحها؟ اقول لحضرتك فين ملامحها. لو انا بقول على نفسي ان انا بدعو الى المشاركه وليس المغالبه، ضروري هترجم ده الى كلام واقعي. بمعنى ايه كلام واقعي؟ طب انا نزلت الانتخابات وكسبت، اعمل ايه؟ طب اسمعيني حضرتك، وانا في مشاكل جماعه السياسه وانا معايا الاغلبيه انا والسلفيين ومعايا 70% من الاغلبيه، انا ضروري اخلي التاسيسيه عضو التاسيسيه اقل من قوتي التصويتيه في البرلمان، واخلي التصويت على مواد الدستور فوق الكتله التصويتيه اللي انا بملكها ب 10%. تمام. وبقت هذه التأسيسية بفشل واعترف الإخوان بالخطأ. أنا مضطر في الحالة دي أن أتحالف مع 10% من جوه الجماعة السياسية حتى يمر الدستور. هو ده بالظبط المشكلة، هو ده الفرق ما بين أن أنا أطلق شعار وأترجم الشعار إلى أرض الواقع. أنت النهاردة الرئيس مرسي وعد بعدة وعود أثناء الجولة الثانية من الانتخابات. نائب إبطي، سيدة، حكومة ائتلاف وطني. إذا تراجع عن او تباطأ فيها، ده معناها ان هو بيفك الحلف اللي نجح انه يكونه اثناء الانتخابات اللي كان ممكن يسنده في مواجهه مشاكل مصر. يعني لما تتناقش مع اي قوه سياسيه يقول لك مشاكل مصر الان مستحيل فصيل واحد اي كانت اغلبيته حلها، وساعتها يكون لهؤلاء مبرر لان يكونوا متخوفين من هيمنه الاخوان، اليس كذلك؟ لهم مبرر من ناحيه، وده جزء من فاتوره التنافس الحزبي. تمام. يعني مش شرط ان يبقى كل التخوفات حقيقيه. الم يحن الاوان ان تكف التيارات عن فقط انتقاد الاخوان واتهامهم بانهم يريدون التكويش والسيطره، وان يبداوا في العمل هم بقى لاثبات نفسهم وللمشاركه؟ ما هو يعني انا موافق على المنطق ده، بس انا كمان متفهم ليه القوى السياسيه الصغيره بترمي مشاكلها على الطرف الاكبر، مش بتبص في المرايه وتشوف مشكلتي انا فين كقوه سياسيه. فانا قادر اتفهم هذا، وده تصور راي نساذج برضه في قصر النظر هو كمان. نعم. استاذ عادل، يعني على الرغم انه السياسي الكبير حمدين صباح يقول ان هذه كانت تصريحاته ضد الاخوان، ولكن هو قال ايضا انه لن يشارك في مظاهرات 24 اغسطس.
اولا هو ابدا بس بالجزئيه اللي هي المعونات اللي بيدوها للناس وحاجات من دي. هذا ليس يعني حكر عن الاخوان. الوفد اول من بدا مشروعا اجتماعيا لمساعده الفقراء، وكان عندنا حاجه اسمها عياده الوفد، حتى الان يعني عالجت اكثر من 10 ملايين حاله في مصر منذ نشاه الوفد وعوده الوفد سنه 84 حتى الان. هذا عمل اجتماعي جيد جدا، اتمنى ان تقوم به كافه الاحزاب والقوى السياسيه في مصر. اذا كانت الاخوان تقوم بتوزيع الزيت والسكر، فاعتقد ان يعني هناك ملايين الفقراء يحتاجون زيت وسكر. فعلى الجامعات التي تقول انها يعني ان ده شراء اسواق، لا، احنا عندنا 10 ملايين حاله والوفد لم يحصل على 10 ملايين صوت. زيت السكر ما بيطلعش الوقت الانتخابات يعني. يعني لا، هي هذه مستمره في المساجد، احنا في كثير من حوالينا بنسميها شنطه رمضان وهذه الاشياء. ليه بقى؟ لان هم تاجروا الشاي والسكر ليه؟ لان كانت جميع المؤسسات في الدوله تمنع حتى المشاركه مثلا في الدروس الخصوصيه او مساعدات اللي بيسموها كنا بنعمل مشروعات في الاجازات زمان في السبعينات والثمانينات، كانت مشروعات التقويه في المدارس في الاجازه لمده شهرين كان بيشترك فيها الشباب، بعد كده دخل فيها امن الدوله بدات تندفع الى العمل السياسي فمنعت. منعت مشروع التقاء الاولاد في دروس خصوصيه بعد مدارس مجانيه كان بيعرض اللي بيقوم بيها للسجن في بعض الاحيان، بيعتبروا ده تنظيم سياسي، وحتى كان بيقوم بها التجمع اكثر الناس كان بتقوم بها. انا فاكر السبعينات والثمانينات في منطقتنا في المنصوره كان بيقوم بها الاستاذ الصرفي، كان عضو في التجمع عندنا وكان بيعرض للسجن في هذه الحاله. يبقى اذا الاعمال الاجتماعيه كلها نشطت فيها الاحزاب وعليها ان تعود، بالعكس ده عليها ان تعود. الان بالنسبه للاستاذ حمدين صباح ال24 ده، انا اعتقد ان من يشترك في هذا اليوم يعني لان الدعوات جاءت من اطراف في البدايه اكدت على ضروره حق مقر الاخوان المسلمين وارتكاب اعمال عنف، يبقى من يسعى الى الاستمرار في هذه التظاهرات في هذه المرحله. من صرح بهذه التصريحات؟ أمنا كانت اشاعات في البدايه. لا لا، في البدايه كثيرا جدا، وكان من اشهرهم محمد ابو حامد، يعني هو تراجع عنها بعد كده. كان تراجع عنها يعني اعتبرها مقاتله ومجاهره بقتال وعكاشه، كان يدعو الى هذا الموضوع، وبالتالي كان يعتبر انها ساعه الحسم وساعه ولكن معارك. ولكن هذا لا يعني ان هناك من سينزل للتعبير عن رايه في قضيه ما، وهي انهم ضد الاخوان. ما اوكي، يبقى ضد الاخوان، ضد مرسي، ضد اي فصيل سياسي، بس يكون هذا الموضوع معلن وبشكل واضح انه لا يجب ابدا استخدام العنف. وبالتالي لما احنا حتى في الوفد شعرنا بان القضيه ستستخدم باسلوب عنيف وانها موجهه بشكل او باخر لتصفيه حسابات اجراميه، فبالتالي امتنع الوفد عن المشاركه في هذا. ولكن استاذ احمد، هل ده يعني ان يكون هناك مبرر لمن افتى بقتل المتظاهرين يوم 24 اغسطس؟ على الاطلاق، يعني من حق اي بني ادم، اي مجموعه، انها تطلع تقول ريان يا فيك طالما التظاهر والاحتجاج سلمي. بغض النظر بقى انا كاحمد سيف قابل رايهم السياسي ولا لا، قابل تقديرهم السياسي ولا لا، ده انا مش المسطره. يعني اللي عايز يقول والله جاي من حكم الاخوان المسلمين والمرسي يطلع يقول هذا حق له، وعلى البوليس ان يحميه طالما التزم بقواعد الاحتجاج السياسي. ومن ثم الفتاوى بقتل المتظاهرين اللي رافضين مرسي ده حق، بغض النظر كم واحد اقتنع بهذا الحق، حتى لو خمسه بس من 35 مليون عايزين يقولوا والله احنا مش عاجبنا اداء مرسي، هذا حق له. نعم. فده امر بره المناقشه على الاطلاق. المناقشه خاصه بايه بقى؟ ده المستوى الحقوقي، المستوى السياسي مدى الموائمه والتقدير السياسي، وده ممكن نختلف فيه للصبح. لكن الخلاف لا يعني انه كل فريق يصادف حق الفريق الاخر في ممارسه تقديره السياسي، حتى لو غلط ما يقدر تقدير خطأ. انتقل معك للاستعدادات للافراج عن 581 سجين بعفو رئاسي. وزاره الداخليه اعلنت انه سيتم الافراج عن 581 سجين شملهم العفو الرئاسي الذي اصدره الرئيس محمد مرسي، وذلك بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك. وانهت اللجان التي شكلها قطاع مصلحه السجون عمليه فحص ملفات المستحقين للعفو الرئاسي. من جهه اخرى، قرر اللواء احمد جمال الدين وزير الداخليه منح المسجونين زياره استثنائيه خلال العيد. انا عايز ابدا معاك من ما يتم تداوله الان، انه من بعض من بين المسجونين
من هم يعني اعتقلوا على خلفيات إجرامية ما ينفعش معها العفو. طب بص حضرتك، الأول ضروري نميز ما بين ثلاث أنواع من القرارات صدرت في المدة الأخيرة. القرار بتاع 581 بالإفراج ده قرار يخص مصلحة السجون، طيب، مش يخص لجنة فحص أوضاع المعتقلين، وده قرار تقليدي بيطلع بمناسبة العيد زي كان القرار قبل منه بتاع مناسبة ثورة 23 يوليو. فأنا عندي خمس مناسبات قومية على مدار العام مصلحة السجون بتجهز كشوف وتطلع، وطبيعي إن اللي هيبقى اللي بيخرجهم هما مساجين في قضايا جنائية. ده أمر طبيعي وطول عمره حاصل في مصر من يعني من يوم عرفنا تنظيم السجون وقطاع السجون. ومن ثم إن هيبقى في ناس محكمين جنائيا، طب ما هو ده كده. يعني وده شغلته أصلا. طب مين اللي بيقرر مين يخرج ومين ما يخرجش؟ هي أجهزة الأمن. فإذا كان أجهزة الأمن قرارات خروج واحد خطر على الأمن، يبقى مسؤولية أجهزة الأمن. أجهزة الأمن اللي عبارة عن طب حضرتك من معلوماتك مين دول؟ مين ال 581؟ دول كلهم محاكمين جنائيين، قضايا جنائية، لكن يا إما قضى نص المدة، يا إما قضى نص المدة وكان سلوكه حسن أثناء الفترة الحبس، ومن ثم التقريرات الصادرة من مصلحة السجون لصالحه إيجابية. واللي خد القرار وجهز الأسماء لا لجنة فحص أوضاع المعتقلين المحبوسين ولا رئاسة الجمهورية اللي عمل لسه الاسماء دي في ال 581 قطاع مصلحة السجون. ومن يحاسب قطاع مصلحة السجون او يراقب؟ وزارة الداخلية والرئاسة اذا كان هناك خطأ، وبيستطلعوا رأي الامن العام في هذا، ومن ثم دي مسؤولية كاملة للداخلية. ده مختلف عن قرار برضه طلع في نفس المدة بتاع 58 عن لجنة فحص اوضاع السجناء، او قرارات من القيادات العسكرية بالعفو عن انتهاء عقوبة 8 متظاهري السويس او 13 متظاهري العباسية. فعندي عدة قرارات طلعت في نفس التوقيت، ساعات الناس بتتعامل معاها كأنها قرار واحد. لا ما هياش. طب من تبقى اذا المتبقي في المحاكمين المدنيين محاكمين عسكريا في السجون وفقا لاحصائيات القضاء العسكري حوالي 958 بني ادم. دول ايه اوضاعهم دلوقتي؟ اقول لحضرتك، دول غالبيتهم في اعتراض الامن العام على خروجهم، لان منهم مثلا 36 بني ادم واخد احكام في قتل. ايوه 36 من 901. ما انا هقول لحضرتك التصنيفات الجرائم الموجوده، اديك الارقام الاكبر. اتفضل. عندي 398 سرقه باكراه، واللجنه خدت قرار ان سرقه باكراه مش هتدخل في العفو. عندي 201 استعمال قوه بسلاح ابيض. عندي 106 استعمال قوة بسلاح ناري. عندي اغتصاب 24 حالة. عندي تعدي على موظف بدون سلاح 126 حالة. فأنا عندي جرائم معينة اللجنة قررت إن هي مش هتوصي بالإخلاء السبيل أو العفو أو العفو عنهم. دول اللي إحنا بنتكلم عن المدنيين، المدنيين المحاكمين العسكريين الموجودين في السجون الآن وفقا لتقديرات القضاء العسكري. التقدير ده هيقل او يزيد وفقا لقدرات مصلحه السجون. ليه هيقل؟ لانه في جزء من دولك قضى مده عقوبته فخرج، او خلص مده عقوبته كمان اسبوع فهيخرج، وهكذا. يعني الرقم طول الوقت في حاله تغير عشان تفاوت تواريخ بدايات الحبس ومدد الحبس. وفي جزء منهم مدان ولم ينفذ حتى الان لم يقبض عليه. طيب ال 900 دول هل في اي جهود تبذل بان هم طبعا عندهم جرائم معينه ان هم يحاكموا محاكمه عاديه امام قاضيهم العادي؟ ده موضوع شائك جدا، وينقلنا في الموضوع بتاع سلطه التشريع وسلطه التنفيذ. حتى يتم محاكمتهم امام جهه قضائيه خلاف التي القضاء العسكري، ده يستلزم اجراء تعديل تشريعي. هل هذا وقتا مناسبا لهذا ام لا؟ هيختلف التقدير السياسي. انا شخصيا شايف انه مناسب، ده تقدير بس مش انا المسؤول. يعني 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 فانا حريتي في التقدير اوسع كتير قوي من الشخص اللي بياخد قرار. وعشان كده اهميه ان النمط ده من موضوعات يتم مناقشه سياسيه مع القوى السياسيه، بغض النظر بقى عن تقولها قد ايه في البرلمان اللي فات. يعني 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 في جزء من القضايا متعلقه بتعديلات تشريعيه، الى مدى هي ملحه او تنتظر شهرين ثلاثه على ما يبقى فيه استفتاء على الدستور وبرلمان جديد وهو اللي يجري هذه التغييرات، ده محتاجه تبادل راي سياسي فعلا.
يعني زي قانون استقلال السلطه القضائيه مثلا. هل من مصلحه ان احنا يصدر الان ولا نستنى زي ما استنينا في المده اللي فاتت لحد ما تشكل برلمان جديد وهو يصدره؟ لما يصدروا برلمان جديد هيبقى ثقل معنوي اقوى، لكن قد تكون هناك ضروره. طيب بالنسبه للمعتقلين اللي حضرتك بتقول انه مش بيوصى بان هم حتى يخرجوا او يبقى في عفو، في مثلا حركه 6 ابريل تنظم سلاسل بشريه ومسيره صامته للمطالبه بالافراج عن المعتقلين، يعني هنا الشفافيه والوضوح مهم جدا انه يخرج المسؤولين ويقولوا ليه دول بالتحديد مش هيخرجوا. طب احنا حتى الان اصدرنا كلجنه 7 بيانات وكامانه فنيه بيانين اثنين، ومتقال فيها ايه المعايير اللي اتفقنا عليها. انتوا كلجنه موافقين على ان 900 دول يفضلوا؟ احنا كلجنه وضعنا في مأزق. انا عندي اعتراضات الامن العام بتقول لي والله فلان الفلاني ده خطر. طب ابعتوا لنا الوثائق، فتبعت لنا التسجيل الجنائي في مصلحه الامن العام القطاع المركزي ووجهه نظر ضابط المباحث في المنطقه. المأزق احنا فيه هو ايه؟ المأزق احنا فيه هو خاص ب عندي كلام في الشارع على انفلات امن. وان انتوا طلعتوا في عفو سواء احنا كلجنه او مصلحه السجون فلان الفلاني من حته الفلانيه مسجلين خطر ومش عارف ايه. طيب ايه المعيار احنا كلجنه هنشتغل عليه عشان نطلع؟ فاتفقنا على المعيار نفس الجرائم التي تم اخلاء سبيل الناس عليها في عهد المجلس العسكري، 3 قرارات من المشير عفو، احنا هنوافق على دي البدايه بتاعتنا. وده كان فعلا القرار الاولاني اللي اشتغلنا عليه. ودراسه حاله بقى. طب احنا دلوقتي درسنا الحالات من منظور الامن، عندي لسه 1000 شكوى من المواطنين. المفروض ابص كلجنه، عشان كده احنا ما انهناش شغلنا، لسه قدامنا اسبوع او اسبوعين نخلص شغلنا. ابص في ال 1000 شكوى اللي جايه لي من المواطنين، هي 1000 وشويه يعني. الى اي مدى هتغير وجهه نظرنا؟ لنفترض مثلا ان هو خطر على الامن العام بس مثلا مصاب بحاله شلل في السجن دلوقتي. او ان الامن العام تقديره خطر مش مبني على اساس موضوعي، ده على اساس سياسي مثلا. بصي المجموعه دي ما فيهاش سياسيين، كنا مع بعض بصراحه. يعني المجموعه دي ما فيهاش سياسيين ولا فيها بني ادمين اتاخدوا في الرجلين اثناء مظاهرات. ازاي تعرف؟ من الورق. عشان احنا ندرس حاله حاله. يعني اللي كان فيهم طب هم بيتحاكموا عسكريا ليه؟ اتحاكموا يعني لما تقولي لي مثلا عن 36 حاله قتل. طب بيتحاكموا عسكريا ليه؟ اللي ما دي بقى قصه بقى السياق السياسي كله بقى، انا موافقك. لان انت عندك الاطار القانوني بتاعك ما كانش يسمح الا بهذا. هو ايه اللي حصل في البلد؟ حصل ثوره وفي قانون قديم. الجيش بقى موجود هنا. قانون الجيش بيقول، قانون القضاء العسكري بيقول من يتعدى على منشأة أو معد أو فرد قوات مسلحة القضاء العسكري مختص. الوضع احنا بنتكلم على سرقة بالإكراه، دول سرقوا من القوات المسلحة يعني؟ لا نتكلم على اغتصاب. دول لا، دولت كلهم هتلاقيهم في الست شهور الأولانية. اللي كان فيها مفيش قضاء شغال ولا نيابة شغالة ولا محاكم شغالة. ال 900 دول من الشهور الأولى؟ أنا بتكلم على الاغتصاب. اه اوكي. فعندك مشكله فعلا، انت قانون القضاء العسكري متجهز يا حاله حرب يا الحاله العاديه، مش متجهز لحاله ثوره. طيب ومن ثم امتد يعني تغول تسرطن اختصاصه بما لا يدع، بحيث حتى وصلنا ساعات في اوضاع مضحكه. احنا عندنا حاله مثلا من اللي احنا بندرسينها، ضابط مباحث في احد عندكم من محافظه القاهريه خد اذن نيابه تفتيش مسكن سين من الناس للبحث عن اسلحه، وراح ومعاه الجيش وفتشهم فلقوا اسلحه ولقوا مخدرات. ومحضر تفتيش واحد باذن من النيابه العامه اتقسمت القضيه لقضيتين، السلاح قضيه عسكريه والمخدرات قضيه جنايات عاديه. خد براءه في الجنايات العاديه لان المحكمه لم تقتنع لا بمحضر التفتيش ولا بمذكره التحريه. واعتبرت دولت لا يمكن عدهم دليلا كاملا للادانه. القضاء العسكري اعتبر نفس الورقه دليل كامل للإدانة، فبقى عندي حكمين قضائيين على نفس الورق. على نفس الورق دليل. حكم بيقول الورقه دي ما لهاش اي قيمه في الاثبات، وحكم ثاني بيقول الورقه ديت لها كل قوه الاثبات. نعم، اعود اليك استاذ عادل، وكان لديك تعليق على ما كان يقول. هو في جزئيه الاستاذ احمد تفضل بيها، ان
ان احنا يجب ان نفرق ما بين السياسي، وفعلا احنا نرفض الاحكام العسكريه تماما ويعامل كل المصريين امام القضاء قضيهم الطبيعي والمدى الطبيعي. لكن احنا عايزين برضو نشجع الشرطه انها تشتغل، لان هما بيقولوا لما انا بنتكلم معاهم انتوا مش عايزين تنزلوا ليه؟ بيقولوا والله انتوا بنقبض. احنا نقعد كام شهر وكام سنه نشجع في الشرطه عشان تشتغل؟ احنا عايزينها تشتغل. بيقولوا انتوا انتوا ما بتفرقوش ما بين المتظاهر، يقول انت بتنزل مظاهرات وحد كلمك، حد قبض عليك، حتى لو قبض عليك بيفرج عنك على طول او مع حد من عندك. لكن انتوا لابد تحددوا لنا هنعمل ايه مع البلطجيه والناس السوابق. فبالتالي هذه الحالات بشكل دقيق اللي الاستاذ احمد ذكره يجب ان تعلن برضو على الملأ، لان احنا لن نقف مع يعني مع سوابق، لن نقف مع بلطجيه، لان في نهايه المطاف احنا صحيح نشيلهم الاحكام العسكريه، ولكن برضو نعاملهم برضو في حدود خطورتهم على الامن العام. علشان كده الناس كانت عايزه تعرف اللي بيتم الافراج عنهم دول مين. هو ده مهم بقى الاستاذ احمد، واضح ان الاعلام عندهم مش جيد يوضح الحته دي، لان ده محتاجه بصراحه اعلام كامل عشان يامن الناس ويقول ان انتوا شغلتوا فعلا وان انتوا درستوا كل الحالات وان الموجودين يا اخوانا دول مش ظلم مش مظلومين، عشان خاطر الناس ما تتعاطفش مع يعني ظالم. هل انتم استاذ احمد بعد كل قرار للعفو بتصدروا بيان انه انتم مع هذه الحالات ولستم مع هذه الحالات؟ احنا بعد كل اجتماع للجنه بنطلع بيان. احنا عملنا 7 اجتماعات ب7 بيانات. كويس؟ ويبقى عندكم علم عن كل شخص وملفه من اللي تم الافراج عنهم او العفو عنهم؟ ما احنا بندرس كل الحالات. فمظيب احنا بالعكس احنا جزء من مشكلتنا الحقيقيه وما زال في لها بقايا حتى الان، ان احنا اضطرينا نبني قاعده بيانات خاصه باللجنه، وده شغل الامانه الفنيه اللي هي اصلا جند المجهول في عمل اللجنه، علشان نعرف نظبط الارقام والبني ادمين. انت ما عندكيش قاعده بيانات حقيقيه عن كل هذه القضايا بحيث تقدري ترجع فيها. في ظلم، احتمال كبير يبقى في ظلم في المحكمات حتى في دوله. طب احل ده ازاي؟ نحتاج قرار سياسي من ناحيه وتعديل قانوني من ناحيه. لماذا قرارات العفو حتى الان لا تشمل الاقرب في الاحداث؟ يعني منهم مثلا يعني 6 ابريل عامله هذه الوقفه الصامته للمطالبه عن المعتقلين اللي اعتقلوا على خلفيه احداث عفوا مسجد النور بالعباسيه، بالتنسيق يعني هم هذه الوقفه بتنسيق مع بعض القوى الثوريه الاخرى. بص حضرتك، دول اتقبض عليهم وقت العباسيه. اتقبض عليهم وقت العباسيه واتحاكموا واللجنة شغالة. اللجنة مدتها الزمنية اختصاصها الزمني من 25 يناير حتى 30/6/2012. 25 يناير 2012 وحتى الأحكام، فأي أحكام صادرة بعد 30/6 مش اختصاص اللجنة، ومنها أحكام العباسية ومنها أحكام السويس ومنها القضايا بتتحاكم دلوقتي. ده القرار الجمهوري. لو أنا لبصير القرار الجمهوري كنت هحاسبه بطريقة مختلفة. بس أنا عندي سؤال يا أستاذ أحمد، هل بقى أنتوا لما بتدرسوا القضية دي بتدرسوا في تلفيق برضه؟ لان في تلفيق، انا كان عندي حالات مثلا اتعرضت فعلا لمحاكمات عسكريه ملفقه، والحمد لله قدرنا بعد مجهود كبير جدا ان احنا نثبت ان التحقيقات نفسها ملفقه. مين انتوا؟ كزملاء وشغل يعني معاهم في النيابه العامه وفي النيابه العسكريه. ولما بتثبتوا ان دي ملفقه بتعملوا ايه؟ الحمد لله بعتنا شكوى ساعتها للمشير، وكان ساعتها المجلس العسكري، وفعلا يعني من ضمنهم واحد مرشد سياحي مثلا في شرم الشيخ. بص حضرتك، يعني في الموضوع ده، يعني حتى القضايا اللي هي بعد اختصاصنا الزمني ده احنا رفعنا توصيه وتم تنفيذ جزء منها فعلا. هو ال 8 بتوع السويس اللي خرجوا، ما هم واخدين احكام بعد 30/6. ال 13 بتوع العباسيه اللي خرجوا، ما هم واخدين احكامهم بعد 30/6. اللي خد قرارات انتهاء اخلاء سبيلهم القيادات، سواء القديمه في الجيش زي عادل مرسي قبل ما يسيب منصبه كرأس القضاء العسكري طلع ال 13 بتوع العباسية، قائد الجيش الثالث طلع ال 8 بتوع السويس. عندي أمل إن احنا كان فاضل لي في السويس بني آدم واحد بس من الثوار، وفاضل لي في العباسية حوالي في التقدير كده رفلي يعني حوالي 50 واحد. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد سيف الإسلام، عضو لجنة الإفراج عن المعتقلين التي شكلها الرئيس دكتور محمد مرسي. اشكرك جزيل الشكر. اشكرك ايضا استاذ عادل صبري الكاتب والصحفي، اشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا حضرتك. مشاهدينا اشكركم انتم ايضا على متابعه هذه الجوله الاخباريه، على راس الساعه الزميله دينا موسى وموجز لاهم واخر الاخبار، ابقوا معنا.